بعد أكثر من سنتين من التأجيل الغير المبرر الرئيس التونسي يستقبل السفيرة المغربية وينهي وضعا دبلوماسيا غريبا بعد انتظار امتد لأكثر من سنتين استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء السفير المغربي حسن طارق الذي سلمه أوراق اعتماده ليشرع رسميا في أداء مهامه الدبلوماسية ممثلة للمملكة المغربية وهي الخطوة التي تتزامن مع فترة من البرودة تعيش العلاقات الدبلوماسية المغربية التونسية اتضحت معالمها منذ أن امتنعت تونس عن التصويت لصالح قرار لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية الصادر أواخر أكتوبر الماضية وشرع طارق في أداء مهامه عمليا بعد أن سلم أوراق اعتماده في نوفمبر من سنة 2019 لصبري باشا الطبجي كاتب الدولة التونسي للشؤون الخارجية المكلف بتسيير شؤون الوزارة حينها لكنه ظل ينتظر منذ ذلك التاريخ أن يلتقي بسعيد عقب تنصيبه رئيس لتونس من أجل إتمام الأمر وفقا للأعراف الدبلوماسية لكن ذلك لم يحدث رغم أن هذا الأخير أتم عامين على رأس الجمهورية في أكتوبر 2021 وكان هذا الأمر ليبدو عاديا في ظل المرحلة الانتقالية التي كانت تعيشها تونس في ذلك الوقت فطارق عين في فبراير من سنة 2019 وفي الخامس والعشرين يوليو توفي رئيس البلاد الباجي القيد السبسي ثم في التاسع نوفمبر من العام نفسه سلم طارق أوراق اعتماده بينما أعلن فوز سعيد في الانتخابات في الرابع عشر أكتوبر 2019 وأدى اليمين الدستوري رئيسا للبلاد في الثالث والعشرين من الشهر ذاته لكن ما لا يجعل الأمر طبيعيا هو أن سعيد استقبل السفير الجزائري الجديد عزوز بعلالة في السابع نوفمبر 2019 أي قبل يومين فقط من استقبال كاتب الدولة في الخارجية للسفير المغربية والتقى طارق بالرئيس التونسي في بعض المناسبات اولها في 22 يناير 2020 من اجل تهنئته بالسنه الجديده واخرها يوم 29 يوليو 2021 خلال تدشين المستشفى الميدانيه المغربيه الذي امر الملك محمد الثالث بارساله الى تونس. التي كانت حينها تعاني من تفش كبير لجائحة كورونا، لكن سعيد لم يستقبل أبدا الثفر المغربية لتقديم أوراق اعتماده الأمر الذي أحدث ارتباكا دبلوماسيا غير مسبوق في العلاقات المغربية التونسية وتفسر المصادر هذا الوضع بالقوله ان اي سفير للمملكه لا يصبح مخولا باداء مهامه بشكل نهائي وفق الاعراف الدبلوماسيه الا بعد ان يستقبل من طرف رئيس الدوله التي يمثل المغرب على اراضيها وهو ما يفسر مثلا حضور طارق لاستقبال وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة في المطار خلال زيارة لتونس يوم التاسع والعشرين 2021 في مقابل غيابي عن حضور استقبال الوزير من طرف الرئيس سعيد في قصر قرطاج وكان الشخص الذي رافق بوريطه الى قصر قرطاج حينها هو خالد بن الشيخ القائم بعمل السفاره والذي اصبح حاليا قنصلا للمملكه في دبي بل ان هذا الاخير هو الذي حضر جنازه البج قيد السبسي رغم ان طارق كان قد وصل الى تونس قبل وفاته لكن ظل غير قادر على تمثيل الرباط بشكل رسمي بسبب عدم تسليم اوراق اعتماده لرئيس الجمهوريه قالت صحيفة الكونفيدنسيال الإسبانية في تقرير مصور أن دور إسبانيا في البحر الأبيض المتوسط تأثر كثيرا بسبب الصراع القائم بين المغرب والجزائر حيث يعتبر الصراع بين البلدين الأخيرين ليس في صالح إسبانيا التي ترتبط بعلاقات مع الجار المغربية وفي نفس الوقت تعتمد على الغاز الجزائرية وابرزت الصحيفه الاسبانيه ان المغرب هو الطرف الذي يبرز قويا بين البلدان الثلاثه حيث وصفته بانه القوه التي تظهر انيابها لاسبانيا والقوه التي تسعى لكي تاخذ بزمام الامور في منطقه المغرب مشيره الى ان قضيه نزاع الصحراء له امتداد بين المغرب والجزائر وحتى اسبانيا التي كانت تستعمر هذا الجزء من الاراضي المغربيه واعتبرت الصحيفة أن الصراع بين المغرب والجزائر يبدو أنه مقدر له أن يستمر مشيرة في سياق استعراض الاختلافات بين البلدين أن المغرب يعتبر قوة صاعدة في المنطقة بالرغم من افتقاره إلى الموارد في تلميح إلى النفط والغاز اللذان تمتلكهما الجزائر إلا أنه يمتلك اقتصادا ديناميكي حيوية في الوقت الذي فقدت الجزائر الكثير من تأثيرها على بلدان إفريقية وما قالته الكونفيدنسيال بشأن فقدان الجزائر التأثير الذي كان لديها سابقا على بعض البلدان الإفريقية تدركه الجزائر جيدا حيث أصبحت تسرع الزمن منذ تولي عبد المجيد تبون حكم البلاد خلفا لبوتفليقة من أجل اللحاق بالتقدم الذي أحرزه المغرب في علاقاته الدولية وخاصة في علاقاته مع البلدان الإفريقية حيث نجح الاخير في جر العديد من البلدان الافريقية الى صفه في قضايا عديدة ومن بينها قضية الصحراء بينما تراجعت الجزائر بشكل كبير خلال فترة بوتفليقة الذي لم يكن نظامها يولي اي اهتمام كبير للقارة السمراء. وهذا المعطى اشار اليه تقرير صادر عن المعهد الالماني للشؤون الدولية والامنية الكائن ببرلين. ووفق التقرير الألماني فإن الحضور الجزائري الذي كان بارزا في فترة الهوار مدينة بدأ في التراجع تدريجيا إلى أن تلاشى بعد دخول الجزائر في عدد من الأزمات من بينها أزمة العشرية السوداء في تسعينيات القرن الماضية وقد استمر هذا التراجع حتى بعد انتهاء العشرية السوداء حيث لم يعطي نظام بوتفليقة أي اهتمام كبير لإفريقيا ليفسح المجال للمغرب الذي بدأ في تغيير سياسته تجاه القارة الإفريقية ليطلق مخططات التمدد في القارة عن طريق الدبلوماسية الاقتصادية التي ازدادت قوة وبروزا بعد عودة المغرب للاتحاد الإفريقي في سنة 2017 والزيارات الهامة التي قام بها محمد الثالث لعدد من البلدان الإفريقية وحسب بدأت التقرير فإن المغرب حقق حضورا قويا في ظرف وجيز وتمكن من التمدد الاقتصادي في العديد من البلدان الإفريقية وهو ما أثر حتى على سياسة هاته البلدان التي أصبحت قريبة من توجهات الرباط وداعمة لعدد من القضايا المغربية. من بينها قرية الصحراء التي قرر العديد من البلدان الإفريقية فتح قنصلياتها في الداخل والعيون بينما تراجعت بلدان أخرى عن سياستها العدائية تجاه المغرب وعلى رأسها نيجيريا ويبدو أن الجزائر بعد تولي تبور رئاسة قصر المرادية استفاقت على هول الفارق الكبير الصادم الذي حققه المغرب مقارنة بالجزائر في إفريقيا لتبدأ حملات واسعة لتقليص هذا الفارق ومن بين القرارات التي دعم النظام الجديد لكسب ود الأفارقة هي سياسة إعفاء الديون لصالح العديد من البلدان الإفريقية وفق ما جاء في التقرير الألمانية غير أن السياسة حسب ذات التقرير دائما أخفقت ولم تستطع الجزائر أن تجني من ورائها أي مكاسب كبيرة أمام الرباط التي تمكنت من تشعيب حضورها ووزنها داخل البلدان الإفريقية وهو ما يدفع الجزائر اليوم إلى البحث عن سبل جديدة لكبح توسع وتمدد المغرب في القارة السمراء